بسم الله، عندنا تمرينات الكارديو، محتاجين 15 دقيقة في أول التمرين، 15 دقيقة في نهاية التمرين، يعني 30 دقيقة. بيفضل إن إحنا نضيف مشي من 30 ل 60 دقيقة في اليوم بتاعنا في هذا الأسبوع اللي هو الأسبوع الثالث في المستوى الثالث التخسيس، بس بعيد عن ميعاد التمرين. طيب إحنا هنعمل إيه في ال 15 دقيقة دي؟ هنتمشى، مشى في الغرفة بتاعتك. في مشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، اتمشى. طيب مش عايز اتمشى، اجري خفيف. طيب مش عايز اجري خفيف، اعمل تمرينات سويدي، تمرينات اي تمرينات خفيفه كده. كل يعني اعمل مثلا كل تمرين 30 ثانيه، دي 30 ثانيه، ده 30 ثانيه، ده 30 ثانيه. بعد كده كررهم جامب اند جاكس 30 ثانيه، رجلين جامب، جامب سكوات 30 ثانيه. هتلاقي 15 دقيقه هيعدوا. ممكن تسمع حاجه وانت بتتفرج على انت بتعمل التمرين عشان ما تحسش بالوقت. شاهد هنعمل 15 دقيقة وفي نهاية التمرين زيهم.